هنا لفتة حقيقة يشار إليها. يأتي كثير من الزوار ويبحثون عن رقات، يبحثون عن رقات، وهذا كثير. وهل تعرف راقي؟ هل تدلني على راقي؟ ربما أتوا إلى بشخص، إلى بعض الأشخاص، قالوا هل أنت راقي؟ فالطريقة التي عليها ابن القيم رحمه الله وهي طريقة مباركة عظيمة، يرشد المريض إلى أن يرقي نفسه. أذكر أحد السلف، أظنه مطرف بن عبد الله بن الشخير، عاد مريضا فقال المريض له أدعو لي، فقال له مطرف أدعو لنفسك فإن دعوتك دعوة مضطر، فإن دعوتك دعوة مضطر، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. دعوة المعاني للمرض المتألم من الذي في شدته ليس كدعوة شخص لا يحس بما يحسه المريض من ألم ومعاناة، فدعوة المريض لنفسه دعوة مضطر، فأولى من أن تقول نعم أنا سأدعو لك وإلى آخره، قل له ادعو لنفسك وحثه على ذلك، وفي ظهر الغيب ادعو لأخيك، لا تترك ذلك، ادعو له. لكن لا يعلق المرضى بالأشخاص ولا يربطون بهم، حثه على أن يرقي نفسه وأن يدعو لنفسه. ولهذا هؤلاء لما كانوا يسألون ابن القيم رحمه الله كان يرشدهم إلى أن يرقي الواحد منهم نفسه بالفاتحة، فيجدون لها فائدة عظيمة، وكثير منهم يبرأ سريعا. يقول فكنت أصف ذلك لمن يشتكي، ما قال فكنت أرقيهم بالفاتحة، يقول كنت أصف ذلك لمن يشتكي. هذه طريقة أهل العلم. الآن جلس بعض الناس وفتحوا عيادات والناس يتقاطرون عليهم من كل مكان، وأصبحت أبواب فتن هذه وشر ترتب على بعضها، بل كثير منها مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. ولم يعرف هذا عن أحد من السلف أنه يجلس في مكان ليس له عمل إلا الناس يتقاطرون عليه ويرقيهم، هذا لا يعرف. نعم.